الله يعطيك العافية ووفقك ويحميك إلهي. تشكر جزيلا والله سيزو قرصن كملي. نصركن على عادي كن إن شاء الله. إن شاء الله دشمني شي دار في قطنة في الصواشب وصواشب. أنا واش تقولي عن الحكومة التركية للجيش التركي؟ الله يوفقن وينصر إلهي. الله يسلمك رزوسن الله ينصرن ويحمين إلهي. والله ما يقصر يعني الله يعطينا العافية يعني يعطونا المعينات وما يقصر. انو كملي يعطينا الف عافيه ما قصروا والله تشكر دير زين ويحفظكم الله الله يسلمك ورسول شكرا الحمد لله الله يشوف الله يسلمكم ويحفظكم الله الله يسلمك ورسول ان شاء الله تردون على اهلكم بالخير والسلامه ان شاء الله الى الارزاق بسلامه لدون عسكري ترك عسكري جانا السلام وجاء الامان والحمد لله مرتاح كيفنا وارتاحينا فضل الله وفضلهم ها خيو والحمد لله صارت حال احسن من الاولي بزم درمز ترك اسكر دكتن صدا يولدو دا امنيت يولدو بارش geldi huzur geldi تركي bize bu huzur getirdi كما من الاغاثات شو كل الاغاثات والله ده الحمد لله جاي يجيبوا معينات والبلد امان وكل مطمئن وما في اي شيء كان امنيت بولجمز oldu bize insanı yardım getiriyorlar yemek getiriyorlar bize انه اخرى شنو مثل ايش يعني بدك يعني نحكي والله هذا اللي نحكي اكثر فيش ما بدنا نضاف الزبر جديد جاي مقطر شوك سويش لي شوك شكرات لهم والله يعطيهم العافيه شكرا ديرم قنار الله قنار عافية كبير مشان هذا الامان ومشان بارش بيزا قاتل تركيا ومن شو تشكر ديرم تركيا وشكرا ترك الجيش التركي الجيش التركي حمونا وما سلمهم يعطيهم الف عافيه ومساعده انسان يردم وشو ترك عسكرنا تشكر ديرم ديرم